هذا قصة. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. أنت الآن كتقول كلمة كتظن أنها عادي، حينما سألتك ماذا تريد منها قلت يا ويلي قرب لها، ها؟ بمعنى أن أنت عاشق لها يعني، أنت عاشق، تكلم، أنت عاشق. كم سنة وأنت عاشق لها؟ كم سنة؟ كم سنة؟ يعني أنت عاشق لها منذ الصغر. طيب، تقول يا ويل من يقترب منها، يا ويل اللي بغيت يتزوج بها تؤذيه. سبق لك وفعلت هذا، يعني سبق لك وأذيتي اللي بغيت يتزوج بها. كيف كانت الأذية يعني؟ هي اللي وصلها تأذي، اللي وصل ليها تأذي، اللي تعدى عليها تأذي، اللي دار لها شي حاجة تأذي. ما كنفرقش، ما كتفرقش، سواء قال الخير ولا الشر تأذي، لا تفرق، يعني لا تفرق، سواء كان الذي أرادها سواء للخير أو للشر تؤذي، سواء أرادها لخطبة أو زواج تؤذي، سواء آذاها تؤذي، صح؟ طيب، باش تفسر هذا، حب تملك يعني؟ حب تملك؟ حب تملك؟ أن تكون لك وحدك؟ على أساس حتى لو قيل غتأذيني، على الأساس حتى أنا غتأذيني، خصني نخاف على راسي، صح ولا لا؟ قلتي لا، علاش؟ ما تأذينيش، غاتكلم، حكيت لي أذيتي كثير، أنا غتأذيني واقيلا، أنا عاديك معاها، تعاديني معاها، باش ما نبقاش نقبلها في العلاج، ولكن ما تأذينيش، صافي، فهمت، وعلاش ما تأذينيش؟ انا عزيز عليها، داكشي علاش ما تاذينيش. وانت قلتي ما كتفرقش، سواء اللي بغى ليها الخير ولا الشر كتاذيني، مادام انا باغي لها الخير خاصك تاذيني، تكون راجل قوي تاذيني. اي وبين ليا، وبين ليا، ما تورقش عليا، انا نبرك عليك وغنزيد نبرك عليك. بين ليا الرجوله ديالك، بين ليا الفحوله ديالك والزعامه ديالك، فهمت؟ تأذي ياسيني، قد لي يعني عندك حذاري، كتحذرني. طيب، دابا اش؟ نكرهها. عطي من يصرف القلوب. قال لها هذاك، لو انفقت ما في الارض ما شيء. طيب، انا ما اغلقت الباب عليها سنوات مع اني استقبلتها مره واحده، ولكن الابواب مفتوحه لها في المره. كتقولها وقرقت، وقفت اليوم عاد جبدك وكتجي ما عرفتش. الحمد لله، فقلت لها الابواب مفتوحه لها في اي مكان استاذنت. اي حتى البنات ديالك كانوا كيغاروا منا. الحمد لله. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى المساعدة. هناك بعض الحالات تحتاج إلى المساعدة. أنا كنت قص، لأنها كنساعدوها. أنا كنت قص. كنت يا واحد الحاجة، نعم، كلي شافها كيبغيها، كلي شافها تيبغيها، وبحال ما عرفتش شنو، وأنا نكرهها على كل شيء. كرهتي على كل شيء. الناس ما بغاوش يكرهوها، أنا بغيت كنعزلها على الناس، كنقول لها شوفي هذوك ما عندهم يديروا بالغدا يأذيو بقي عينك، كيديروا لك عيب. توسوس ليها. نعم، توسوس لها بالعين والحسد حتى تبتعد عن الناس. طيب، كم سنة وانت فيها تقريبا الان؟ ملي كانت صغيرة، صافي قلنا لك ملي كانت صغيرة. وباش دخلتي ملي كانت صغيرة يعني؟ دخلنا ليها هكا بالعوض. وعلاش دخلتي وانت صغيرة؟ يعني سبب الدخول، عين، حسد، سحر، ماذا؟ شو السبب اللي خلاك انت تجي وتدخل من العوره وهي لا زالت صغيره جدا؟
صبية. علاش دخلتي لها بالضبط هي دون اخواتها؟ حيت هي هكا دمها حلو دمها زوين دمها هكا كلشي كيقولها. هي من غير خواتها يعني دمها حلو ودمها زوين واختارتها. سؤال، كيف عرفت ان دمها حلو وكانت صغيره؟ كوك باينه 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 كانت عاطيه العين. وهل الجن يعرف سمات وعلامات في الانسان وان كان صغيرا؟ يعرفها الجن ها، فتجعله يقبل على ذاك الصغير فيسكن دون اسلحه ام بقوه الصغير. طيب كلامك انا معك، اذا سلمنا بكلامك بمعنى انها اصيبت بالعين وهي صغيره، ثم بالسحر وهي صغيره، ثم الجن راى علامات يعشقها في هذا الجسد وان كان صغيرا، فاجتمعت هذه القوه واعطت قوه للجن ان يسكن في البدن ولا يتحرك منذ الصغر الى الان، صح؟ طيب هذه مجمل فصل الان على نظرات. طيب كان لها قبول من الصغار، كان لها قبول مع الناس بالحسد. طيب اذا سلمنا بالعين والنظره منذ الصغار، والسحر كيف حاله منذ الصغار لها دون اخواتها؟ لماذا بالضبط هي من سحرت؟ طيب ما تفسير ذلك؟ اذا سحرت من الجن وليس من الانس. ها، سحرت من الجن حتى تبقى لكم وحدكم. حينما رأى الجن على حسب إلى الآن في الكلام تقول لي يعني عرفتي يعني إلى الآن مدام دخلوا صغار بالحسد والنظرة ووجدوا أسرار في هذا الجسد خافوا أن يخرجوا، فجاءوا بأصحاب أنفسهم كي يتقوا للبقاء في الجسد، صح؟ طيب إذا هذا هو المفتاح، هذا هو المفتاح الأول. كم واحد أنتم؟ جوج؟ واحد بوحدك؟ أنت بوحدك؟ جوج؟ شحال؟ كم واحد أنتم؟ شحال؟ بوحدك؟ معك واحد خور؟ جوج؟ طيب أنتم جوج شحال؟ أربعة؟ أنتم أربعة؟ طيب أنتم أربعة. طيب منكم مسلم؟ معكم مسلم؟ أبدا، كلكم على الكفر. ها؟ كلكم على الكفر. يهود؟ 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 تكلم. يهود؟ تفريق يهود يعني حركة صعبة جدا، يعني منكم يهود ومنكم غير يهود. نصارى؟ يهود ونصارى. معكم مسلم؟ مسلم؟ مسلم واحد. هناك يهود ونصارى ومسلم، يعني أنتم أربعة. يهوديان؟ جوج. كم يهودي؟ يهودي واحد. النصارى كم؟ كم نصراني؟ كم واحد نصراني؟ تكلم. هاي كم واحد نصراني؟ جوج أم واحد؟ واحد. طيب يهودي نصراني مسلم واحد. اي ماشي تكلم. اذا اي عود رجع. كم من مسلم في الجسد؟ كم من مسلم؟ كم من مسلم يعذب لانه اخبرني؟ يعذب عذابا شديدا لانه اخبرني. طيب انا ابشر من الوجاج تعذيبه، يعذب لانه اخبرني، لان هذه مفاتيح تساعد في ما هو ات باذن الله، مفهوم؟ معرفه كيف دخلوا العين النظره السحر منذ الصغر، جني مسلم يهودي نصراني، هذه كلها تنفع ان شاء الله تعالى في ما هو ات ففقيه في هذه الجلسه باذن الله، في هذه الجلسه باذن الله، مفهوم؟ ولهذا رويضا رويضا.
مفهوم؟ طيب طيب هيا هيا اطلقوه هيا اطلقوه هيا هيا لا تعذبوه لا تعذبوه لا تعذبوه لا تعذبوه هيا لا تعذبوه هيا صعد هيا 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 صعد هيا هيا اسمعوني جميعا جي الحمد لله الحمد لله هيا رجع مكانك رجع مكانك لا تعذبوه اذا علم بفضل الله سبحانه وتعالى وجود مسلم هناك مسلم هناك كذا يهود هناك نصارى في جسد بعشق ونظرة وسحر هو أذية منذ الصغر إلى الأحد طيب نبدأ إن شاء الله تعالى اليدين على الوجه هيا بسم الله مزين أمور جيدة هيا اليدين على الوجه بجوج هيا هيا بسرعة بسرعة ثقيلة لكن صبري احنا لأنه كان طلعوا يا رب بسم الله يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الأعز الأجل لا إله إلا الله الأعز الأجل هو الله هو الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الله الأعز الأجل الأعز الأجل الأعز الأجل هو الله هو الله الأعز الأجل هو الله الأعز الأجل تجلى المسلم تجلى المسلم هو الله الأعز الأجل إذا المسلم الآن تكلم تكلم أسلمت أسلمت أنت لأن اعترفت قبل قليل أن هناك مسلم يهود ونصارى كم من مسلم في الجسد كم من مسلم واحد أنت وحدك كم يهودي في الجسد جوج واحد جوج يهود ونصارى نصارى شم واحد واحد جيد هذا هو المجموع العدد إذا المسلم واحد جوج يهود واحد نصراني ملوك أم خدام عادي عادي ملوك 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 القراد القراد ملوك طيب أنت كنت كذلك ملك فأسلمت صح؟ طيب جيد أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على الحق والخير والهدى والنور اللهم آمين حتى أنت دخلت مدصرة بلا أنت امرأة مسلمة جيد دخلت مدصرة بماذا دخلت؟ في التربية كان صغيرة في التربية في الحضانة يعني في الرضاعة دخلت في الرأس لماذا اخترت الرأس ولماذا دخلت من الصغر دخلت من بسحر حسد 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 على ماذا على الجمال لباس على ماذا عائلتها كانوا كيهضروا عليهم عائلتها كانوا كيهضروا عليهم كيهضروا عليها هي ولا عليهم هي بمعنى حينما يتكلم الناس على نعمة من نعم رجل وامرأة أو تجتمع أعين وأجساد وأفواه الكلام على نعمة من نعم
الجن الحاسد يريد البحث عن ذاك الإنسان الذي يتحدثون عنه، فإذا وجد بخاري من التحصين دخل إليه، خاصة إذا وافق ذلك أنه أعجب به ورأى أسرار توافقه، فيصبح سهل عليه أن يبقى فيه، لأن يعلم أن الكلام حتى الكلام يعطي زادة لذاك الجن الذي يسكن البدن، ليس النظر فقط وإنما فقط الكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نثني على من نرى عليه خيرا، سواء طالعنا أو تحدثنا، فالناظر يراك بعينه، الحاسد قد لا يطالعك الحاسد، فرق بين العائن والحاسد في كيف يوصل الأذية، الحاسد يوصلها لك دون أن يراك، والعائن لا بد من أداة العين، وإن كان العين فقط أداة لكن العلة والعقدة في القلب، مفهوم؟ هنا نفرق. إذن ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد إن كان في بينك وبين بعد المشرقين قد يصيبك والعياذ بالله، قد يصيبك. والعائن لا بد من أداة العين، العائن نعم. فلهذا حينما طالعوا النعم وتحدثوا، وهذه من المصائب التي تجي بها بيوت المسلمين، يتحط بالرتاتة ويبدو يتكلموا في الناس كيدوزوا اللحم، يحكون اللحم اللحم دارو محلولة، اللي يجي يدخل ياكل، اللي يجي يدخل ياكل، اللي يجي من العربية ياكل، اللي يجي من الكاميرا ياكل، كل شرب باباها وباها وربا الناس ولولا بس عليهم وهو بقى معاك. الناس حينما يشاركونك النعم في البيت، كيف تأكل، كيف تشرب، لباسك، دخولك، خروجك، سفرك، أزواجك، أبناؤك، بناتك، فيصبح تصبح الحسد يعني بغية والعياذ بالله، حتى وإن ذهبوا بعيدا يتحدثون غادي يدخلوا مع كل شيء كيضفوا وهي جمعت كل شيء، جمعت كل شيء، هي الضريبة، هي زميلة، هي بقية، هي تطبيق، هي الدبا، هي كلام صوابة، هي المغرية، الكلام ربطنا لها سنة، لماذا لم تتكلم مزيان؟ طيب، فسكنت منذ الصغر على حسد، بناء على حسد، حسد لأقارب وظلم ذوي القرابة، شد مرضى، أيوة هذا هو الظلم. الحاسد حينما يكون من العائلة مصيبة، من الجيران يكون من الجيران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، والله وصانا بالجار والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب، كل شيء يسول فيها أجدت هذه. ولا جار جب ولا زال جبريل يسمي الجار حتى أظننت أن أصيب الغفور، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أي شره، والحسد شر عظيم. على ما يحسد الجار جاره والقريب قريبه؟ على ما الحسد؟ لماذا الحسد؟ سل الله جل وعلا الذي أعطاه أن يعطيك، لما الحسد؟ تؤذيه، تسلبه النعم، ماذا تستفيد أنت؟ يتحدثون، وهذا موجود في الأسر المغربية بشكل كبير، يا أولاد فلانة كيف دايرين، بنات فلانة كيف عاملين، ما خلينا اليوم وعدكش، ايه هذا هو الكلام، حتى يصبح في العائلة هناك معطوب، هناك قتيل، هناك مبتلى، هناك كسيح، هناك جريح، هناك أصحاب فقر، أصحاب قلة، بعد عزة يصبح ذلة، بعد قوة يصبح في ضعف، بعد جمع يصبح شتات، والعياذ، بعد زواج ضالة، والعياذ. والعلة الحاسد على النعم، قد تكون نعم بين يديك أنت تستحق تحتقرها وتزدريها، لكنها عند الحاسد عظيمة يراها بالمكبر، الابتسام يراها نعمة وهي حق نعمة، التفاهم في البيت نعمة، البر نعمة، فالذي حرم هذا يطالبك، ينقم عليك، يحقد عليك، فيتحدث وقلبه يتغير والجن يتقوى يتقوى حتى يصل إلى الشق يتفرق. إذن هي ابتليت منذ الصغر بالحسد، فالآن جمعنا عدة أمور. دابا كيكون لي أنت بقى قصف داركم حزينة تحت قصف دارك في مدرسة الشارع، وأيه
كون صابوها كون ما عرفتش فين ولا تصدي تصدي توصل تصدي يا اي حنا سنتي ان شاء الله. انت مسلمة؟ ايوه انا مسلمة. دخلتي مسلمة ولا اسلمتي؟ لا اسلمت. جيد الحمد لله. طيب اسمعيني مسلمة، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يأمر بالخير كله، أما الحسد فهو شر. لا يجوز لمسلم أن يحسد أخاه، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدابروا. والنبي قال لا تحسسوا ولا تجسسوا. إذا لا بد أن نبين وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، نهانا عن التحسس وعن التجسس، مفهوم؟ وفرق بين التحسس والتجسس نقطة، غيرت المبنى والمعنى. التحسس في الغالب يكون في أمر الخير، والتجسس في الغالب يكون في أمر الشر، ونهينا عن هذا وعن هذا، نهينا عن هذا وعن هذا بصريح السنة. إذن يا مسلمة إياك والتحسس وإياك والتجسس، إياك والتحسس وإياك والتجسس. إذن التحسس والتجسس يصيب الأبناء الصغار فيؤذيهم فينمو معهم فلا يروا العاقبة والعياذ بالله والثمرة لهذه المصائب وهذا السوء إلا في الكبار، كما حصل معه. ليس السحر وإنما الحسد، فغير كل شيء في الحياة، كل شيء كل شيء كل شيء في الحياة غير وغير بالحسد. فسكن معه الجن، اثنان يهوديان نصراني وأنت الآن مسلمة بفضل الله تعالى، وكل وانتقص وقمتقى قبل قليل العاشق، قال من فكر أن يقترب منها سواء بتقديم الخير أو الشر آذيته، سواء بالخير أو الشر آذيته، لا يدن منها أحد حتى أقرب الناس بها من العائلة، حتى بالدعاء. أختها دعت معها الله يشفيك، جيتي في الليل كنضربها، في الصباح تقول أختها ما بقيتش ندير معاك لأن بنت كنتعذب. حقيقة أمور حقيقية ليست خرافة. كل من أراد أن يقدم لها الخير أوذي، كل من أراد أن يخطبها أو يتزوج بها أوذي، الكل يؤذى، من أراد الدعاء معها أو علاجها، يؤذى من أراد خطبتها أو زواجها، كل يؤذى حقيقة. ذهبت إلى العمرة، آذاها في الكعبة وآذاها في مسجد رسول الله، وقال لها إن أنت صليت آذيتك، فلما صلت عذبها، لأنهم يهود لا يريدون الإسلام وشعائر الإسلام. وقال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها. هذه عزة للإسلام ونصرة للإسلام. قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي كان يريد مخالفة اليهود في كل شيء، هذه من أصول الدين، يعني ثوابت الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود في كل شيء، يخالف اليهود في كل شيء، في كل شيء، حتى في أمر اللحية، يعني أمرنا بإعفائها وحز أو جز أو حلق الشارب حتى لا نتشبه باللحية. في الآذان لما كان يستشير مع الصحابة في أمر الناقوس والبوقي، خرج من هذا مخالفة لليهود وعدم تشبه باليهود، حتى جاءت رؤيا بفضل الله تعالى تؤكد للصحابة الأذان فأقرهم عليها أنها رؤيا حق. وأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بلال تلك الرؤيا وذاك الأذان الذي هو إلى الآن. إذن من ديننا مخالفتهم وهم كذلك يخالفوننا، لكن
يريدون أن نكون على سيرهم وديدنهم ودينهم بأمور أخرى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى، هو الهدى، هو الهدى، هو الهدى.